بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شوف وتقدير الأخ قايد محور بيحان، ونتمنى له الشفاء العاجل من الله. وشوف وتقدير الأخوة قادة وحدات اللواء بيحان، اللواء 26 واللواء 19 واللواء 21. وشكر وتقدير للأخوة قادة المقاومة في بيحان. ونريد نأكد على حاجة، أنه هذا النصر يتحقق في بيحان بعد فترة سنوات يعني كان الركود فيها، أنه سببه ويجب أن نتنبه له ونفهمها الجميع، سبب التنسيق والتنظيم بين الوحدات العسكرية وقادتها مع المقاومة، وأيضا مع الأخوة قادة التحالف بارك الله فيهم ما قصروا، فتم تنسيق وتوقيتات ومهام محددة ومخصصة، وأنجزتها الوحدات في زمن قياسي يعني لن أحد يتوقعه. كان الزمن يعني زمن مفاجئ للجميع، زمن قياسي قصير عبر هذا المناطق اللي عبرتوها وعبر اللي قدامنا نعرف كم المسافة، وهذا شيء يعني سبب التنسيق والتنظيم بين الوحدات مع الأخ محافظ المحافظة كان له دور في العملية. وشكر وتقدير خاص وعام لأبناء محافظة بيحان الذي قارعوا المد الإيراني، نقول المد الإيراني أنما حاملينه شخصيات عدل أصابع في اليمن، وإن ما هو فكر إيراني ومد إيراني وسيقاتل من قبل اليمنيين ومن قبل الأخوة الأشقاء في التحالف. وشكرا للجميع وشكرا.